الواد فرقع علينا القادوس الحار ديال الخرا والبول حاجة ولدي نقولها بحالك يا مرخاف دم واحد انايا. صوتك الذي أوصلنا لرئاسة الحكومة هو بإذن الله الذي يوصلنا لتدبير مدينة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء. بأصواتكم تصنعون المستقبل. ولهذا أنا اليوم جاي أخوتي جاي ننبهكم نحملكم المسؤولية نقول لكم شوفوا مزيان نقول لكم واحد القضية اللي جيت كيجي يشكي ليا يقول لي السي عبد الإله داروا ليا مدينة الدار البيضاء هذا الصباح وبالأصوات ديالكم ساكنة الدار البيضاء بوئتوا العدالة والتنمية المواقع المتحدة كنجي لهنا كيجيو الناس يبداو يشكيو ليا تيقول لي السي فلان السي بن كيران راه فلان رئيس الجماعة ولا ما دار ليناش وما دار ليناش شكون اللي صوت عليه اخوتي واش فرحانين باللي صوتوا عليه ايوا ردوا البال باش نفشتا واش هادشي اللي بغير موعد واخا من ثلاث الاجتماع حتى الجمعة راه ماشي استعجالي شكرا لك عبد العزيز هو على حساب النظام الداخلي عندنا اجالات ومؤجل الدعوة واش هاد الحالة كتعجبكم؟ واش نتوما كلشي مشى نعس حنا بيتينا حنا الديور ديورنا مشاو؟ سلسلة انهيارات مازالت متواصلة بمنطقة الحي المحمدي. علم شوف يا سلام. كما ترون فهذه مسيرة للتضامن. التضامن مع الشاب الفلسطيني مع الطفل الفلسطيني مع المرأة الفلسطينية مع المقدسيين مع إخواننا في غزة في الضفة الذين يعانون من الهجمة الصهيونية الشرسة العدالة والتنمية يشكركم لأنكم دائماً تبوئون العدالة والتنمية الصدارة وهنا كاينه مسؤولية المواطن إلا بغيتيو ترجع لكم وإياكم ثم وإياكم واش فرحانين باللي صوتوا عليه ايوا ردوا البال إلا عجبكم سمحوا لي إلا عجبكم وعجبكم التسير ديالو عاودوا صوتوا عليه أنا ما عنديش مشكل